صباح الورد اعزائي المشاهدين، وخلينا نروح معاكم لتفاصيل مهمه محتاجين ان احنا نعرفها قبل ما نبتدي الفقره الخاصه بينا. حصتنا من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، اما المياه الجوفيه ومياه الامطار حصتنا منها 4.5 مليار متر مكعب، ده مياه جوفيه وامطار. الحقيقه هذه الحصه مقصوده لينا من وقت ما كان تعدادنا 20 مليون نسمه. احنا ما شاء الله بقينا 100 مليون نسمه، هنعمل ايه؟ لابد يكون في خطه، هذه الخطه انها تعمل على ترشيد الاستهلاك، تعمل على مواجهه الشح المائي ونضوده المياه. فخلينا نعرف تفاصيل اكتر ايه في هذا القطاع وقطاع الري بالتحديد اللي بيتم العمل عليه، وخاصه ان الري بيستهلك من 70 ل 80% من اجمالي الحقيقه استهلاكنا للمياه. منورنا النهارده المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري بوزاره الموارد المائيه والري، نعرف منه تفاصيل اكتر. صباح الورد يا فندم. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على الساده المشاهدين. منورنا. الارقام اللي انا قلتها كلها ارقام صحيحه، واستهلاكنا من مياه الري 80%. تمام بالظبط كده. يعني اضيف اضافه صغيره. اتفضل يا فندم. احنا حضرتك الحصه 55.5 المتاح من المياه الجوفيه والامطار 4.5 مليار، دول مستحدثين ما كانوش زمان، دول ايه يعني، لان الوزاره اسمها وزاره الموارد المائيه والري، فدي موارد اضافيه قدرنا نعملها. انا عارف ان حضرتك ان الوزاره الحقيقه في مجهودات كتيره جدا، ووزارات اخرى معنيه ان في ايجاد موارد مائيه جديده. تمام. يعني احنا كنا بنتكلم في الموضوع ده قبل ما نطلع على الهواء، خلينا نتكلم عن مجهودات وزاره الري والموارد المائيه للتصدي للشح شح المياه ونضوده المياه. تمام. ايه اللي حضرتك بتعملوه في الوقت الحالي؟ تمام، يعني الاثنين مع بعض ال 4.5 وال 55.5 يساوي 60 مليار. طيب ببساطة شديدة كده، احتياجاتنا من المياه داخل البلاد 80 مليار. 80 مليار، يعني في 20 مليار. دي استهلاكنا للمياه داخل البلاد. مش احتياجاتنا. احتياجاتنا 114 مليار. إذا احنا عندنا عجز مائي داخل حدود البلاد حوالي 20 مليار، وده بنغطيه بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية في الوادي والدلتا حتى الآن. ال 34 مليار الاخرى بنستورد بهم حاصلات زراعيه ما بنزرعهاش في مصر، كاننا بالظبط بنستورد بما يسمى المياه المضافه او حاجه زي كده. يعني في منتجات زراعيه زي الرز اللي حضرتك قررتوا ان انتوا تقللوا زراعته، وده بالتعاون مع وزاره الزراعه عشان استهلاكه العالي للمياه. تمام. يعني ندخل بقى في التفاصيل شويه. دلوقتي احنا اذا حصه الفرد نزلت من 2000 متر مكعب الى حوالي 570 متر مكعب. طيب كان لازم يبقى في خطه زي ما سيادتك بتقول لمواجهه الشح المائي، واستراتيجيه للبلاد، لان دي مش يعني موضوع امن قومي يعني. بالفعل. فبالفعل في خطه، مش وزاره الري بس اللي يعني، وزاره الري هي طبعا الرائده فيها لكن مش لوحدها. لا، وزاره الري زائد 9 وزارات اخرى معنيه بهذا الامر. الخطة بترتكز على أن كل وزارة لها مهام معينة تعملها في 20 سنة القادمة لنضمن استمرارية المياه وتواجدها، وإن شاء الله هذه الخطة تحقق بسهولة يعني. إن شاء الله. طبعا محتاجة فلوس كتير، طبعا محتاجة وعي وكافة شيء، لكن الحمد لله إحنا ماشيين بخطى يعني واثقه ان شاء الله، ويتم تنفيذ هذا. طيب الحين كان عندي تفاصيل واسئله، ويمكن في فيديو بيتعرض مع حضرتك واحنا بنتكلم، بس خلينا هنقل لسؤال هو الوعي. انتوا ليه كنا بنشوف ايام زمان العديد من الحملات الاعلانيه بتوعيه المواطن والمزارع باستهلاك المياه، بترشيد استهلاك المياه؟ هل احنا بصدد ان في عوده لهذه الحملات؟ يعني انا صحيح كان في قبل كده حمله وعي للميه والكلام ده كده، يمكن دي كانت في الثمانينات، لان كان بيقابلنا ساعتها فتره كانت الايراد بتاع النهر كان ناقص جدا في الفتره دي، وجابت اتت ثمارها في هذا الوقت. وساعتها كان عدد السكان مثلا 60-65 مليون، لكن الوضع الحالي اخطر بكتير، ومع ذلك الحمله والوعي زاد اكتر من الاول. انا يعني لامس هذا الامر على ارض الواقع، بمعنى يعني من سنوات قليله كنا بنستخدم كميات ميه اكتر من اللي احنا بنستخدمها حاليا، لكن مع الوعي والترشيد والتكنولوجيا قدرنا فعلا نخفض استهلاكنا او نرشد بمعنى اصح استهلاكنا المياه في السنوات الاخيره، ومفيش مشكله، بالعكس الشكاوي وشكاوي نقص الميه قلت عن الاول.
انت حضرتك بتقول الري بيستهلك من 70 ل 80، الزراعه بتستهلك من اكتر من 80% فعلا من الاحتياجات المائيه في مصر. وقطاع الري مش مسؤول فقط عن مياه الري للزراعه، لا، مسؤول عن مياه الري للزراعه ومياه الشرب ومياه الصناعه، جميع استخدامات المياه، وكذلك المياه المتاحه للنقل النهري وهكذا. لكن احنا بنقول بنركز على الزراعه لان هي المستهلك الاكبر زي ما حضرتك بتقول، وهي المستهلك اللي نقدر نديله كعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفيه، لان المياه الشرب ما بينفعش، لازم تبقى مياه نيليه بنسبه 100% طبعا معروف يعني. طيب ما دام حضرتك بتتكلم عن مياه النيل، خلينا نروح لنقطه مهمه. تزامنا مع رئاسه مصر الاتحاد الافريقي وعوده لافريقيا وتعزيز علاقاتنا، وايضا احنا هل في سبل لزياده مياه النيل بالتعاون مع دول حوض النيل، وخاصه في التعاون الافريقي اللي احنا بنشهده على مدار عام كامل؟ خلينا اقول ان وزاره الري وزاره مؤسسيه جدا، يعني في قطاع مختص بهذا الامر، قطاع كامل اسمه قطاع مياه النيل، مختص بالتعاون مع دول حوض مياه النيل والبحث عن موارد اضافيه من دول حوض النيل. وهذا القطاع يعني عليه اعباء كبيره جدا في هذا الشان او في هذا الصدد. لكن انا كمسؤول قطاع ري يمكن ما عنديش تفاصيل قوي، لان انا مسؤول عن اللي بيوصل لي لغايه السد العالي. انا مسؤول عن حصه مصر، ما يرد الي من عند السد العالي واداره هذه البلاد. الحقيقه انا في حضور وجلسات مع معالي الوزير، الحقيقه شفنا الحقيقه في عديد من الزيارات وعديد من المزارع والمنشات اللي بتقام من قبل وزاره الموارد المائيه والري ودعم العلاقات المصريه الافريقيه ودول حوض النيل. يعني شفنا في الملف ده الحقيقه في استثمارات كتيره بيتم العمل عليها، بالتاكيد. بس كنا بنفكر على افكار كتيره جديده هل تم التعامل عليها التواصل ليها. بس خلينا نروح لنقطه اخرى، وخلينا نتكلم عن السده الشتويه. تمام، نشرح للساده المشاهدين، دي سده بتيجي في نفس الوقت في كل سنه، وبتتعاملوا معاها ازاي؟ السده الشتويه دي احنا اللي بنطلع القرار بتاعها، بتبتدي تقريبا كل سنه يوم 24 ديسمبر وتنتهي يوم 3 فبراير. ايه هي السد الشتوية؟ السد الشتوية هي انقطاع المياه عن الزراعات، الزراعات فقط وليس للشرب طبعا، لمدة 15 يوم في كل اقليم من اقاليم مصر. اقاليم مصر الخمسة، خلينا نقول غرب الدلتا، شمال الشرق وسط الدلتا، شمال الصعيد، جنوب الصعيد. يعتمد على مياه الامطار في الوقت ده؟ لا، ما بيعتمدوش على مياه الامطار، الزراعات مش محتاجه مياه في لمده 15 يوم في هذا التوقيت، في هذا الوقت بالظبط. يعني السده الشتويه ان الزراعه مش محتاجه مياه في الوقت ده بالظبط كده. الزراعه مش محتاجه مياه في ال 15 يوم في كل اقليم من هذه الاقاليم. طبعا ما بنقفلش المياه عن الزراعات في وقت واحد في الخمس اقاليم، بالتدريج وبالترتيب كل اقليم بالتبادل مع الاخر. بشكل معين بيصدر قرار وزاري بهذا الشأن وبينشر في الوقائع المصرية عشان كل واحد يبقى عارف المياه هتنقطع من عنده يبدا. طيب السد الشتوية فايدتها ايه؟ طب احنا بنعملها كده ليه؟ اولا طبعا بترشد مياه بالتأكيد، في رقم معين بيتم الترشيد؟ اكيد يعني رقم كويس معقول جدا، ان احنا بنرشد كميه مياه في فتره اقل الاحتياجات عموما وفي السد الشتويه بصفه خاصه. بس مش ده السبب الوحيد للسد الشتويه، لا، احنا عندنا اعمال صيانه ومشروعات لابد نعملها في السد الشتويه. طبعا في اعمال بتتم طول السنه مش السد الشتويه بس، لكن في مثلا نظافه تغطيات بتتم في السد الشتويه، اعمال تاهيل ترع بيتم جزء كبير جدا منها في السد الشتويه، نظافه اسفل كباري على الترع بتتم في السد الشتويه، اعمال تشغيل ذاتي لبعض التغطيات وتسليكها وحاجات زي كده برضو بتتم في السد الشتويه. في اعمال كتير ما ينفعش تتم الا في السد الشتويه. فبالتالي لو ما فيش سد شتويه ممكن جدا سنه ورا سنه تتقفل حاجات وتحصل مشاكل كبيره في وصول المياه لنهايه الترع. ما احنا بنتكلم على الترع، ايه التعديات بالنسبه للتعديات على الترع والرياحات؟ ودي جزء من مسؤوليتكم طبعا. والحقيقه التعامل معاها بيعزز برضو كفاءه هذه الترع واستفاده افضل من مياه النيل. بالظبط. قد ايه تعديات وبتتعاملوا معاها ازاي؟ وخاصه احنا دايما في صباح الخير بننقل التعديات الخاصه على ضفاف نهر النيل والترع ومجهوداتكم في التصدي ليها. تمام، في ارقام كبيره السنه دي. ايوه ان شاء الله، طبعا في ارقام كويسه جدا.
عايز اقول انه التعديات او ازاله التعديات، التعديات عموما في تعديات على النيل، تعديات على الريحات والترع الرئيسيه، وتعديات على المصارف. كل جهه من اللي انا قلتهم الثلاثه دول مسؤول عنها، قطاع حمايه النيل مسؤول عن حاجه، قطاع الري مسؤول اللي احنا مسؤولين عن التعديات على الترع والريحات، هيئه الصرف المسؤوله عن التعديات على المصارف. مش عايز اقول لك ان احنا في الموجه الثانيه عشر الاخيره دي قطاع الري لوحده ازال 5449 مخالفه في ال 15 20 يوم اللي فاتوا لوحدهم. انواع المخالفات ايه بقى يا فندم؟ انواع المخالفات بناء على منافع الري، لا مؤاخذه عمل عشش وتشويد على منافع الري، كتير انواع المخالفات، اي إلقاء حاجه مخالفات القاء مخالفات، اي حاجه من شأنها تضر بمنظومة الري دي اسمها مخالفات. طبعا إلقاء المخالفات دي كتير قوي، فطبعا ده ما بنحسبهاش ضمن العدد، لأن دي بصراحة دي مفروض مسؤولية مشتركة أو مسؤولية بالدرجة الأولى للمحليات، لأن المفترض أنه إيه يكون في إدارة منظومة مخالفات صلبة في المدن والقرى، وبالتالي ما يترميش هذه القمامة في الترع. وطبعا احنا يمكن بننتهز الفرصة وبنناشد جميع اهالينا بالمحافظة على الترع، لان الحقيقة احنا عدنا بنشوف سلوك يعني يمكن مش كويس ابدا، بنشوف الست شايلة السبت او السلة ما فيها لمؤاخذة قمامة وترمها في الترع عشان المية تاخدها وتمشي، وطبعا ده بيكلفنا كتير جدا. مش عايز اقول لك في السنة اللي فاتت دي لوحدها مكلفنا حوالي 90 مليون القمامة لوحدها، إزالة القمامة الوحدة مكلفانا 90 مليون. المشروع تغطية الترع يا فندم خطوته فيه خطوات قد إيه؟ الحقيقة مشروع تغطية الترع يعني إحنا كوزارة ري بنحط له ضوابط شديدة شوية، لأنه ممكن جدا على قد ما بباله أحيانا إيجابيات ظاهرية سريعة بباله سلبيات بعد كده. إيه بقى السلبيات؟ السلبيات اللي ممكن جدا التغطيات تنكتم مع الوقت وما نقدرش إحنا شايفين مش عارفين نسلكها كويس. دي واحد. حاجة تانية ممكن جدا يتوصل عليها مياه صرف صحي بشكل أو بآخر، وبالتالي إحنا حاطين لها ضوابط، وعملنا منشور مع الوزير شكل لجنة 2017 وعمل وحط الضوابط لموضوع التغطيات ب 12 بند معين، إذا توفر هذا ال 12 بند بنوافق على التغطيات. طب خلينا نتكلم عن إعادة استخدام مياه الصرف السهل، وده أكيد بيبقى مفيد، إن حضرتك بتقول إن يعني الناقص بيكون في إعادة تدوير للمياه عشان نقدر نغطي. تمام الناقص. تمام. ده من ضمن أعمال الخطة العاجلة اللي احنا بنواجه بها، زي ما سيادتك بتقول دي مرحله عاجله للخطه الاصليه احنا عندنا مشروع 92 محطه خلط في قطاع الري لوحده في حوالي 13 محافظه في الوجه البحري، تنفيذ 92 محطه خلط لزياده استخدام مياه الصرف الزراعي وضخها للترع، وبينفذ هذا المشروع الحقيقه ببروتوكول بين مصلحه الري و الانتاج الحربي. والحقيقه هذا المشروع يعني هيضيف لنا اضافه كويسه جدا من كميات مياه الصرف الزراعي اللي كانت ممكن تهدر الى البحر. وده دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا بنكمل بالمياه الجوفيه، وده بيتم بشكل يمكن الاهالي المواطنين نفسهم بيعملوا ابار ارتوازيه في اراضيهم بالترخيص طبعا مع قطاع المياه الجوفيه، وده بيستخدم في الري التكميلي للري السطحي. والحقيقة التوسع في الأمر ده بيحل لنا مشاكل كتير، وفي الفترة الأخيرة كان في نهضة كبيرة في الكلام. طيب مش ده بس اللي احنا بنعمله في موضوع يعني مواجهة نقص مشكلة المياه، لا عندنا الحقيقة برضو الدولة وفرت لنا حوالي 300 مليون لتأهيل الترع المتعبة على مستوى قطاع الري. تأهيل بمعنى ايه؟ احنا ممكن مثلا الترعة اللي قطاعها متبهوأ واسع يعني بياخد كميات مياه كتير، لا احنا ايه ممكن نبطنها بالدبش او بالخرسانه عشان نلم المياه ونخليها تدخل في اتجاهها الصحيح وتوصل نهايه الترع. تغطيات برضو بعض الشيء، عمل حوائط صندل، حاجات كتير قوي يعني التاهيل، امور فنيه كتير مش عاوز ادخل في تفاصيلها يعني المواطن ما نزعجوش بحاجه زي كده، لكن من شانها ان انا احسن او اساعد في سرعه وصول المياه لنهايه الترع.
طب خلينا نروح لمياه الامطار والسيول اللي بتحدث في سيناء. تمام. يمكن الحقيقه قبل كده ما كانش فيه استعدادات، دلوقتي اللي فيه بقت استعدادات، واستعدادات قويه جدا كمان. قويه جدا. يعني حتى السنه دي قلنا ان في يعني كان في نجاح في التصدي الامطار، يعني راس غارب كان هتتضرر طبعا لولا التعامل معها مع امطار السيول والامطار. بتستفيدوا ازاي من المياه ديت وبتتعاملوا معها ازاي بشكل مختلف على السنوات اللي فاتت؟ يعني بيستفاد من مياه السيول على كافة قطاعات وزارة الري. يعني في قطاع التوسع مسؤول عن عمل الأعمال الصناعية اللي من شأنها عمل خزانات أو بحيرات لتخزين مياه الأمطار في سيناء وفي البحر الأحمر والأماكن اللي حضرتك بتقولها خارج الوادي والدلتا. ويمكن قطاع المياه الجوفية برضو منوط بهذا الأمر، والحقيقة فعلا في نجاحات كبيرة جدا في كل الأمطار والسيول اللي نزلت السنة دي، تم التعامل معها بكل نجاح. طيب قطاع الري له دور في القصة دي؟ قطاع الري له دور كبير جدا في هذا الأمر. أي أمطار، احنا بقى مش بنسميها سيول، بنسميها أمطار بتسقط على الأراضي الزراعية سواء في الوجه البحري أو في الوجه الإبلي. هذه الأمطار أي كمية مية تسقط على الأراضي الزراعية بيستفاد منها بنسبة قد تصل إلى 90%. يعني ايه؟ لانها بتوفر لي مثلا ريه كامله، وبالتالي انا بعمل حساب الكلام ده وبخفض البرنامج، وبالتالي برشد وبستفيد استفاده كامله من موضوع الامطار. طب ده هي هنتكلم بالتعاون مع مركز البحوث واستنباط انواع جديده من النباتات استهلاكها للمياه اقل. ويمكن كان في فقرات اتكلمنا فيها عن الموضوع ده، واتكلمنا عن الري الحديث اللي قدم الفيوم للتنقيط وهيتم استخدامه بعد كده بشكل اوسع. كلمنا اكتر عن هذه النباتات. بالظبط كده، برضو دي حاجه يعني عنصر او عناصر من مواجهه برضو نقص المياه او الشح المائي، وهي ايه؟ ان انا دلوقتي عندي نباتات مستهلكه للمياه ونباتات غير مستهلكه للمياه. الحقيقه وزاره الزراعه والمركز القومي للبحوث وزاره الزراعه والمركز القومي للبحوث وزاره الري شغالين على هذا الموضوع بشكل قوي جدا، وفي تعاون كامل بيننا وبين وزاره الزراعه في هذا الشان. بمعنى ايه؟ انا ممكن يكون عندي نبات بيستهلك، يعني رز البلد بتاع زمان ده كان بيستهلك 8000 متر مكعب وبيقعد 4 شهور في الـ في الـ في, الـ في الارض المردود بتاعه، وكان بيطلع انتاجيه على فكره مش عاليه قوي، يعني مش قوي. فاذا العائد من وحده الميه لانتاج رز من الرز البلدي مثلا ضعيف، لكن ممكن جدا يبقى في سلالات من الرز الجاف حاليا بتقعد مده قصيره. تاني كمان في فكر الزراعه على المصاطب دي كمان. تمام. كان ليها اضافه زراعه المصاطب. يعني سلالات ونوعيه زراعه من شانها فعلا توفر مي. الكل شغال على هذا الملف وفي نجاحات كبيره فعلا، خلينا نقول، وده اللي بيساعدنا وده اللي ساعدنا ان احنا نوفر ميه في الفتره او نرشد ميه في الفتره الاخيره. لانه بالفعل حصل تقليل لاستهلاكات المياه للنبات اللي كان مثلا بياخد قبل كده دلوقتي قل. برضو في نباتات اخرى العائد بدانا نتوسع فيها مثلا استهلاكها للمياه قليل جدا والعائد الاقتصادي بتاعها عالي. في الاخر العمليه اقتصاديه بحته، يعني العائد من المتر المكعب مياه لازم يرتفع علشان يغطي اقتصاد البلد. يعني يمكن شفنا اتجاه الدوله واهتمام من قبل سياده الرئيس بالصوبات الزراعيه، الفكره الصوبه طبعًا. انتاجتها اعلى، استهلاكها اقل للمياه. بالزبط. وايضا يعني ليها بيئه متكامله، وكمان هتكون ضمن المشروعات الصغيره. صح. بحيث ان الشباب يستفيد بيها اكتر. ليكوا دور في الموضوع. طبعا ده دورنا اساسي في هذا الامر. يعني 2016 كانت بدايه هذا الامر بتوجيهات معالي الرئيس على طول انه يتعمل 100,000 صوبه تتاخد على مراحل في اماكن مختلفه. بالفعل يمكن انا كان ليا الشرف ان انا طلعت مع مسؤولي القوات المسلحه وحددنا الاماكن اللي عايزين فيها ميه، ورفعنا مذكره لمعالي الوزير وتم الموافقه على تحديد حصص ميه لهذه الصوب. وبالفعل يمكن الرئيس لما افتتح اخر حاجه بتاعت العاشر من رمضان دي احنا كنا موافقين لهم على 50,000 متر مكعب، وفي مشروع تاني في فايد وفي في الجيزه، يعني وفي في العالمين قصدي الحمام، في اماكن كتير فيها صوب. وابتدت الثقافة تنتشر على مستوى زي ما سيادتك بتقول مشروعات صغيرة على مستوى الأفراد عشان يحصل تكامل، مش الدولة تعمل كل حاجة.
يعني ان شاء الله هذا الامر يعطي يعني احنا متفائلين جدا بهذا الامر يعني ان شاء الله. مهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري بوزاره الموارد المائيه والري بنشكرك يا فندم. شكرا جزيلا وربنا يوفقك. بشكرك يا فندم. اعزائي المشاهدين سريعا هنروح لزميلتي يا ادا ابراهيم وموجز الساعه 9 اليك يا ادا.